من هنا انطلق العرض بأكاديمية أستر لتدريب وتكوين بقلب العاصمة للاحتفال بالألبسة التقليدية الجزائرية المتنوعة، وسط حضور جمع غفير من السيدات وأصحاب الاختصاص. الفتيات اللي يحلموا عندهم طموح انه يكون عندهم مشاريع خاصه في عالم الموضه، فحبينا انه نعملوا لهم امسيه نوضحوا لهم كامل المفاهيم المغلوطه بالنسبه ليهم ولا بعض الامور اللي هم ما همش فاهمينها بشكل صحيح في هذا المجال، وانه نوجهوهم شو الخطوات الاساسيه الصحيحه اللي لازم يتخذوها في البدايه. فحبينا تكون هذه مبادره من جهتنا. On essaye par rapport aux stagiaires تكون beaucoup plus la continuité après les formations parce que هذاوش هما المتربصات هذاوش يخصهم beaucoup plus c'est le suivi donc حنا on essaye avec les stagiaires تكون beaucoup plus la continuité après la formation c'est le but numéro 1 de l'école. أظن بلي هذه المبادره مليحه جات في وقتها باش تدعم هاد لي جون ستيليست اللي راهم جايين باش نزيدو ندعمو حنا التراث تاعنا ونزيدو نكونو معاهم كيما يقول لك اجور مع تو سكي سباس دون الموند تاع الحضاره اللي راهي تتقدم لو دومين تاعنا اللي راهو بحال راهو يتقدم. حنا يفو با ساريتي او زوبستاك يفو با ساريتي على تو سكي سباس. حنا كيما يقول لك حنا داخلين مع الثقافه داخلين مع التطور داخلين مع العلم دونك لابي تراديسيونيل تاعنا لازم نخرجوه للعالميه. ما استغ حبت توري البنات اللي حابين يدخلوا في مجال الموضه حبت توري لهم طريق صحيح باش يدخلوا باش تحطهم في لو بون شوما. دونك راح تكون كاين امسيه نهضروا فيها على لو ستيليزم لا مود كيفاش تولي يولوا البنات دي كرياتور دو مود ونزيدوا نشجعوهم ودرنا باش نوروا لهم البنات اللي قراو عندنا كيفاش خرجوا درنا لهم ان بيتي ديفيلي دو مود دونك ان شاء الله راكم رايحين تشوفوا. أجواء كانت مفعمة وكأنه عرس حقيقي، أزياء تتابعت الواحدة والأخرى، ومصممات اقتنعنا أن لباس التقليد الجزائري كان يجب أن يتطور أكثر فأكثر. هاد لي زيكول كيما هادو كيما أستيل وبوكو بلوز ديكول لي فتحوا هنا في كاع الجيري راهم يدعموا هاد لي جونز ارتيست اللي ما كاش اللي يبينهم. دونك سي غراس لهاد المبادرات اللي بانوا. حنا ماذا بينا يكونوا قد ما يكونوا قد ما مليح لينا. شفنا كلكو ارتيك كلكو موديل اللي هما لي زيلاف هادو اللي تخرجوا من هاد المدرسه هما اللي داروهم. دونك فو سافوار كو هاد لي زيلاف جدد في هذا الدومين ما زعما تعلموش مليح 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 دونك سي ان ديبي بوغ هادي حاجه هادي بدايه نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. اليوم رانا نظمنا بتي ديفي لي دوموند اللي راهو اليوم راكم حاضرين معنا ان شاء الله يكون على المستوى تاعكم. هذا الديفيلي اللي راهم البنات اللي قراو لهنا معنا بعدا كاين اللي قراو ستيليزم كاين اللي قراو موديليزم مع استاذه مفيده. احنا لو بي تاعنا ان نخرجوه من هنا افيك دي با لي دي با في العمل تاعهم ديجا يعني يديروا دي ديفيلي تو نحيوا لهم الخوف انهم يبداوا في الحياه العمليه في الضمان هذا. الامسيه هذه ايضا تضمن ديفيلي خاص بالمتربصات اللي تفوقوا في مؤسستنا واللي وجهناهم ورافقناهم واصبحوا ملكات مشاريع وسيدات اعمال وعندهم ماركاتهم الخاصه، فحبينا نقدموهم كمثال حي باش نشجعوا كامل الفتيات اللي راهم خايفين ولا هايبين ولا يشوفوا انه طموحهم اللي صعب تحقيق المنال. تخوض متربصات المؤسسة تجربة هامة في مجال الموضة والتصميم، حيث تعملنا على إنشاء مشروع هام لافتتاح دار أزياء تقليدية بلمسة عصرية بعدما تمكنا في الدخول لهذا العالم باحترافية عالية. وإحنا دورنا كمصممين وكناشطين في هذا الميدان اوباغافون اللي نشجعوا المواهب القادمه ونعطوها الدعم الكافي، لانه الواحد كيكون جديد ما يكونش على بالو واش راهو يدير ما على بالوش وين راهو واصل. حنايا جينا اليوم نقول لهم باللي حاجه ما مستحيله كل شيء ممكن بالاراده
والدراسة. لو ستيليزم ما نقعدوش توجور متعلقين بالتوسكي اونسيان، لو ستيليزم لازم ندخلوا النظرة تاعنا واللمسة تاعنا في الفلونسيان. دونك واش داروا؟ داروا عطاو اللمسة تاعهم، كل ستيليست عندها اللمسة تاعها. يزو مودرنيزي. بون سي فري كو كاين دي تونو لي انا شويه محافظه شويه، دونك كاين دي تونو لي كي تزيدي بزاف يتبدلوا يخرجوا عن نطاق كاراكو. نقدر نقول لك ما نسميهمش كاراكو، لكن انا جي بوكو ايمي هاد اللمسه تاعهم. داروا لمسه تاع جوناس، لمسه اللي راهي مع الوقت اللي رانا فيه. كيما نشوفوا دي ديفيلي على انترناسيونال، حنا تاع عندنا دي زيدي، عندنا دي جون كرياتور. ما نقدرش نقول لك دوك العروس الجزائريه حتلبس هادوك لي تونو، مي سا ريست دو لار. كاين مشروع ان شاء الله راح يكون في المستقبل القريب ان شاء الله، راح يكون برعايه من وزاره السياحه والحرف. المشروع هو جي الفكره في الاساس لانه لما عملنا الطبعتين كانوا فقط خاصين بمتربصات مؤسستنا، فلما عملنا التظاهره ونجحت هذاك النجاح الكبير، فكاين بزاف تواصلوا معنا خبرونا انهم هم حابين ثاني ايضا يكونوا معنا ضمن هذه الفعاليات، فحبينا نفتحوا المجال الكامل لكل امراه حرفيه فنانه مبدعه عندها طموح انها تكون سيده ومالكه مشروع في الجزائر كامل، فحبينا نديروا اكبر ملتقى في الوطن العربي خاص بملكات المشاريع. نالت الأزياء والملابس التقليدية الجزائرية في طبعتها الأولى التي أقيمت بفندق الشيراتون نجاحاً كبيراً واهتماماً ملحوظاً من قبل ألمع نجوم عالم الموضة والجمال. D'événements qui se passent sur la place d'Alger. Il faudra que la mode bouge en Algérie. Il faudra qu'il y ait beaucoup d'événements. باش الناس تشوف وبعد كل واحد يروح للذوق تاعو. Par exemple, aujourd'hui, il y a des jeunes stylistes. On m'a invité. C'est un honneur pour moi. كذا يفشرف. دومين تاع ستيليزم بدا يطلع وبدينا ديجا لو لا كرياسيون تاع لا مود ما كاش بزاف في الجزائر. ميم ستيليزم ديجا ديسان. هذا وين بدينا نسمعوا فيه، بدينا نسمعوا دي ستيليست. افون كانوا كاينين خياطات يخيطوا الفرقان، يخيطوا البدرون، يخيطوا الكراكو، مي دوكا كاين دي ستيليست. الحمد لله اليوم غراس دي زيكول كيما استر اللي عطات اهميه كبيره للستيليزم. كوميم رانا في 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 مومون اللي راهو قاعد يتطور بزاف، دونك امال الجيري روسيه راهي عندها دور انها تقدر تطوره، تقدر هي تتمشى معاه. كوم سي ان غران بيي اللي فيه ياسر تقاليد، فيه ياسر 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 تقاليد. دونك او موان نخرجوا هادو التقاليد للخارج، يشوفوا احنا في خدمتنا زينه، يشوفوا ما احنا عندنا دي كرياسيون، عندنا دي جون اللي عندهم فريمون دي كرياسيون واو. دونك ماذا بينا هذا الشيء كل يكون يعترف به دوليا وعلاه لا. شوي كونتونت داتر في هاد لاسوسياسيون استر، وهذه كانت صدر مبادره باش المراه توري الطاقه ديالها كامل واش عندها توريه، صدق واش عندها في يدها تقدر الاخر اوليو اللي تقعد ما كتا في البيت باغ اكزومبل، عندها دي شوز اللي تقدر توريهم للجزائر. هذه سي لوكازيون وين المراه باش تقدر كامل طاقتها في جميع الميادين، صدق ساسوا في لي تراديسيون، صدق في لي توني تراديسيونيل، ساسوا في الطبخ، ساسوا في لا كوتور، ساسوا في لا كوافور، ساسوا. انا شوي تري تري كونتونت، مي جو فوا كو يعني بارابور العوام اللي فاتوا والعوام اللي رانا فيهم، صدق كاين اون امليوراسيون وتطور باين باللي يعني شوي تري تري كونتونت دو سا، وانا نتمنى المزيد والمزيد والمزيد ان شاء الله. على هذه الزغاريد انتهت العروض وكانت اللمسة النسوية من خلال ألبسة تجمع بين التقليد والعصري، حيث تطمح مبدعات مؤسسة أستر إلى أن تصل تصميماتهن إلى العالمية.